عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في حدوك اليوم بيضتيان، باش نشوفوا توقعات الابراج على الصعيد الصحي والعاطفي والمهني. نبداو كالعاده برج الحمل. فما تغيرات باش تصير للافضل، عاطفيا باش يتغير وضعك وتخمم في الارتباط، مهنيا فما فلوس ومكاسب جايتك، صحيا حالتك تتغير للافضل بفضل مجهوداتك اللي تقوم بها. برج الثور، اجتماعيا وعاطفيا تعيش اجواء حلوه، مهنيا وماليا الوضع في استقرار، قاري حساب كل شيء وفما لقاء يجمع العائلة فيما يخص ميراث. صحيا لاباس، أما تستحق المراقبة باش تزيد تطمن من طرف مختص. نشوفوا برج الجوزاء، اليوم نهار مليء بالأجواء الحلوة، مهنيا باش تشوف برشا ناس يكون بيناتكم علاقة شراكة، عاطفيا عزز علاقاتك بشريك حياتك واعطيه من وقتك، صحيا كل ماكلة صحية اللي تعود عليك بالمنفعة. برج السرطان، قاعد تسعى وتبذل في مجهوداتك، مهنيا مبشرك تعبك ماهوش باش يمشي خسارة، باش تحصد أرباح وأموال تعبك، عاطفيا مقدر الظروف وقاعد تعطي ما عندك وأكثر، صحيا خذ قسط من الراحة اللي يحتاجه بدنك. برج الأسد، نهارك ممتاز على جميع الأصعدة، مهنيا عندك برشا فرص اللي تخليك تنمي قدراتك وتواكب تطورات من حولك، عاطفيا تعيش في مرحلة متاع إعجاب، نطمنك ونقولك أصدم اللي تلوج عليه بين يديك، صحيا وضعك مطمئن بقاطرة تحيانيك شوية. برج العذراء، عاطفيا واجتماعيا بالك مع العائلة مشغول، انطمنك المشاكل يجي وقت وتتحل، مهنيا ما تدخلش مشاكلك العائلية في خدمتك، صحيا حافظ على راحتك وخليك محيط بالناس الإيجابية. برج الميزان، حضورك حلو، مهنيا شعبيتك زادت، تتواصل مع برشا ناس اللي باش يدعموك في مسيرتك المهنية، عاطفيا محل انذار رائع وتحس بنوع من الاستقرار، صحيا فما شوية تعب أما شادين الرجلة هو الأهم. برج العقرب، مهنيا لازمك تعرف كيفاش تتصرف تفاديا للخلافات وسوء الفهم، عاطفيا شريكك لازم يقدر ظروفك المالية ويعاونك، صحيا وسع بالك كل شيء يتحل بالهدوء، خذ مساحة باش تخمم بطريقة دبلوماسية أكثر. برج القوس، عاطفيا واجتماعيا تتحسن علاقاتك بشكل كبير وتحس بنوع من الحرية، مهنيا قاعد تبدع وتنتج في أفكار جديدة، صحيا وضعك على العال ولا داعي للقلق. برج الجدي، مهنيا وعاطفيا ابدأ بإيجاد الحلول وإلا صياغ جديدة باش تتخلص من مشاكل عالقة، وهدي الوضع مع شريك حياتك وخليه مرتاح، طمنه، صحيا رتح بالك انت زادة واخرج للطبيعة وصفي ذهنك. برج الدلو، صحيا فما ضغط مأثر عليك سلبيا، عاطفيا تحس أقرب شخص ليك ماهوش فاهمك، مهنيا برشا تراكمات تخليك سو ستريس، ننصحك باش تقسم وقتك مهنيا، الحوار هو الحل عاطفيا وصحيا راحة بالك ما تتشريش بالفلوس. نفيوك العادة والعويد، برج الحوت، مهنيا وضعك جيد قاعد تقدم بشوية بشوية، عاطفيا وضع في استقرار أما الاهتمام عنده دوره زادة، صحيا انتبه أكثر وما تعبش روحك بالفارغ. كانت هذه حظك اليوم لليوم ونتلقاو في موعد جديد، باي باي.